السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليك يا رب، تفضل. يا شيخنا سؤال، الله يكرمك. وإياك، تفضل. رجل عاش 50 سنة كافرا. أعوذ بالله. ثم جن سنتين ثم مات بعد ذلك. فهل تجري عليه أحكام المسلمين؟ أمره إلى الله. هل هو أسلم؟ لم نعلم إسلامه يا شيخ. يعني ما كان مسلما. ما كان مسلما وجن سنتين قبل وفاته. خلاص، جن ما لاش دخل بالجنون الان، لانه عاش على الكفر ولم يسلم، هو كافر. نعم شيخ. السلام عليكم.